أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أسئلة امتحانات مسابقة 30,000 معلم من يوم الأربعاء 13/9/2023 إلى يوم الخميس 14/9/2023. أولا، أسئلة المعلومات العامة لجميع الأقسام. سؤال رقم 1، منظمة نقط ساعدت معبد أبو سمبل في إنقاذه من الفيضانات. الإجابة هي منظمة اليونسكو. سؤال رقم 2، محور الجيش المصري اتعمل سنة 2012 وتجدد سنة 2019 ميلاديا، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 3، صوامع الصالحية في الشرقية، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 4، محطة الكهرباء في ديروت في محافظة، الإجابة هي أسيوط. سؤال رقم 5، مدينة المستقبل تقع بالقرب من رود الفرج، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 6، منطقة قناة السويس تقع على سواحل المحيط الهادي، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي خطأ. سؤال رقم 7، التنمية المستدامة كانت في التعليم فقط، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي خطأ. سؤال رقم 8، أكبر سهول في العالم. سؤال رقم 9، جسم يتشتت عليه الضوء. الإجابة هي الجسم الخشن. سؤال رقم 10، تكافل وكرامة تتبع وزارة الأوقاف، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي خطأ. سؤال رقم 11، اليمن ساعدت مصر في حرب أكتوبر، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 12، اهتم الفراعنة بزراعة نبات. الإجابة هي البردي. سؤال رقم 13، دولة بها لغات كثيرة ولا تتأثر. الإجابة هي دولة سويسرا. سؤال رقم 14، زيادة العشوائيات بسبب الهجرة من الريف إلى المدن، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 15، أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر عام 1973 ميلاديا، الإجابة هي محمد العباسي. سؤال رقم 16، سهول سيبيريا توجد في قارة، الإجابة هي قارة آسيا. ثانيا، أسئلة الحاسب الآلي لجميع الأقسام. سؤال رقم 1، اللاندسكيب مسؤولة عن اتجاه الصفحة، تخطيط الصفحة، اتجاه الورقة. الإجابة هي اتجاه الصفحة. سؤال رقم 2، لمعاينة الصفحة نضغط على، الإجابة هي كنترول وإف 2. سؤال رقم 3، اف 7 يستخدم في تصحيح لغوي ولا تصحيح املائي ولا الاثنين معا؟ الاجابة هي الاثنين معا. سؤال رقم 4، لفتح نافذة جديدة نضغط على، الاجابة هي كنترول وان. سؤال رقم 5، يمكن المجلدات ان تحتوي على، الاجابة هي ملفات ومجلدات. سؤال رقم 6، لتأمين جهاز الكمبيوتر نضغط على، الاجابة هي ويندوز وال. سؤال رقم 7، للعودة إلى الخلية E1 في الأكسل بسرعة نضغط على، الإجابة هي كنترول وهوم. سؤال رقم 8، لإنتاج شبكة كمبيوتر محلية محتاج إلى، الإجابة هي كابل وكارت شاشة. سؤال رقم 9، للانتقال إلى صفحة ذات رقم معين في المستند نضغط على، الإجابة هي كنترول وإف 4. سؤال رقم 10، البريد الإلكتروني نرسل فيه، الإجابة هي نصوص وصور. سؤال رقم 11، إدراج أرقام داخل المستند وورد نضغط على، الإجابة هي Insert وبيج نمبر. سؤال رقم 12، جهاز لعرض مرئي، الإجابة هي الباوربوينت. سؤال رقم 13، الوحدة الأساسية في الأكسس، الإجابة هي السجل. سؤال رقم 14، HTML تعتبر صورة ولا فيديو ولا صوت ولا تكست؟ الإجابة هي تكست. ثالثا، أسئلة التربوي لجميع الأقسام ما عدا قسم اللغة الإنجليزية بيجيلهم التربوي الإنجليزي. سؤال رقم 1، عندما يريد المعلم أن يقيس قدرة الطالب على النقد وإبداء الرأي الشخصي وإبداء الأحكام فيقوم باستخدام أسئلة من نوع، الإجابة هي مقالي. سؤال رقم 2، حسب تقييم بياجي فإن المرحلة العمرية التي تمتد من الولادة حتى السنة الثانية ويتعامل الطفل مع البيئة بواسطة الحواس مرحلة، الإجابة هي الحس حركي.
سؤال رقم 3، التغذية الفورية يعتبر تقويم؟ الإجابة هي تقويم تقويني. سؤال رقم 4، من عيوب الأسئلة المقالية؟ الإجابة هي الذاتية. سؤال رقم 5، رسم الطفل أشكال وأخراج منها كلمات تتبع النظرية؟ الإجابة هي النظرية البنائية. سؤال رقم 6، التقويم البديل؟ الإجابة هي تقويم متعدد الأبعاد لمدى متسع من القدرات والمهارات. سؤال رقم 7، الوتر التربوي هو؟ الإجابة هي البيئة النشطة في التعلم. سؤال رقم 8، من الطريقة الإنسانية التي يجب مراعاتها في العملية التعليمية؟ مراعاة شعور المعلم ولا مراعاة شعور التلميذ؟ الإجابة هي مراعاة شعور التلميذ. رابعا، أسئلة لغة عربية لجميع الأقسام، كي فعل ولا حرف ولا اسم؟ الإجابة هي فعل. 2، نقط الخبرة؟ الإجابة هي ذوي الخبرة. سؤال رقم 3، كلمة دفء تكتب الهمزة على السطر ليه؟ الإجابة لأن ما قبلها ساكن. سؤال رقم 4، ولا تلبسه فعل مجزوم ب؟ الإجابة هي حذف حرف النون. سؤال رقم 5، لا يموت فيها ولا يحيا، كلمة يحيا اسم مقصور ولا منقوص ولا ممدود ولا فعل؟ الإجابة هي فعل. سؤال رقم 6، تمييز العدد 14 جنيها؟ الإجابة هي 14 جنيها. سؤال رقم 7، تمييز العدد 12 شجرة؟ الإجابة هي 12 شجرة. سؤال رقم 8، في كلمة آمن لماذا كتبت الهمزة مد؟ الإجابة هي منعا لالتقاء التوالي. سؤال رقم 9، جمع كلمة طاووس؟ الإجابة هي طواويس وأطواس. سؤال رقم 10، ما أجمل الرجل أسلوب؟ الإجابة هي تعجب. خامسا، أسئلة تخصص الدراسات الاجتماعية. سؤال رقم 1، بحيرة الحبانية في شمال السعودية صح ولا خطأ؟ الإجابة هي خطأ، التصحيح في العراق. سؤال رقم 2، الملك فاروق أنشأ مجلس شورى النواب عام 1866 ميلاديا صح ولا خطأ؟ الإجابة هي خطأ، التصحيح الملك إسماعيل. سؤال رقم 3، وادي الواحة يوجد فيه؟ الإجابة هي مرسى مطروح. سؤال رقم 4، رمسيس الثالث وآخر الملوك العظام صح على خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 5، قام بإعادة حفر قناة سيزوستريس؟ الإجابة هي ناخاو. سؤال رقم 6، من هو مهندس حتشبسوت؟ الإجابة هي سنموت. سؤال رقم 7، الملك ناخاو هو أشهر ملوك الأسرة 19 صح على خطأ؟ الإجابة هي خطأ، التصحيح أشهر ملوك الأسرة 26. سؤال رقم 8، أول من احتل مصر بعد انتهاء حكم الفراعنة؟ الإجابة هي الفرس. سؤال رقم 9، انتصر على الليبيين عند وادي النطرون؟ الإجابة هي رمسيس الثالث. سؤال رقم 10، أول جيش نظامي في مصر الفرعونية كان في العصر؟ الإجابة هي عصر الدولة الحديثة. سؤال رقم 11، كان بمثابة المعلم الأول للمصريين في فجر التاريخ؟ الإجابة هي نهر النيل. سؤال رقم 12، الوظيفة التي كانت تفتح طريق أمام صاحبها للترقي إلى المناصب العليا؟ الإجابة هي الكاتب. سؤال رقم 13، مالك تصدى الغزوات البربر من شعوب البحر المتوسط؟ الإجابة هي رمسيس الثالث. سؤال رقم 14، الفرق بين طقس المناخ تمثل فيه؟ الإجابة هي المدة الزمنية. سؤال رقم 15، المدينة الأكثر اعتدالا في درجات الحرارة صيفا؟ القاهرة ولا المنيا ولا بورسعيد ولا سوهاج؟ الإجابة هي بورسعيد. سؤال رقم 16، أمطار نقط صاحب سقوطها برق ورعد؟ الإجابة هي الأمطار الإعصارية. سؤال رقم 17، يسقط المطر في جنوب شرق آسيا في فصل؟ الإجابة هي الصيف. سؤال رقم 18، الرياح القطبية تتشابه مع الرياح التجارية في؟ الإجابة هي الاتجاه. سؤال رقم 19، العامل الأساسي المؤثر في سقوط الأمطار؟ الإجابة هي درجة الحرارة. سؤال رقم 20، جنوب شرق آسيا يتبع الإقليم؟ الإجابة هي الموسمي. سؤال رقم 21،
إقليم مناخ البحر المتوسط ينتمي إلى الأقاليم؟ الإجابة هي المعتدلة. سؤال رقم 22، الغابات الصنبورية تنمو في المناطق؟ الإجابة هي البرد. سؤال رقم 23، أهم أشجار الغابات الاستوائية؟ الإجابة هي المهجني والمطاط. سؤال رقم 24، الإقليم الصحراوي الحار يمتد بين دائرتي عرض؟ الإجابة هي 18 و30. سؤال رقم 25، الفرق بين متوسط درجات الحرارة صيفا وشتاء هو؟ الإجابة هي المدى السنوي. سؤال رقم 26، أهم أشجار الغابات النفطية؟ الإجابة هي الزان. سؤال رقم 27، أمثلة الأشجار دائمة الخضرة؟ الإجابة هي الصنبور والبلوط. سؤال رقم 28، قارة يتعرض طرفها الغربي إلى حدوث البراكين؟ الإجابة هي الأمريكتين. سؤال رقم 29، سنة أقوى المناصب التي ظهرت في مصر الفرعونية؟ الإجابة هي الوزير. سؤال رقم 30، كان جزء من الطبقة الرابعة في مصر الفرعونية؟ الإجابة هي الحرفيين. سؤال رقم 31، من قام بإنشاء الجمعية الجغرافية؟ الإجابة هي الخديوي إسماعيل. سؤال رقم 32، منخفض القطارة يقع في الصحراء؟ الإجابة هي الصحراء الغربية بالفيوم. سؤال رقم 33، شهدت مصر عام 525 قبل الميلاد من الغزو الفارسي لها خلال العصر؟ الإجابة هي المتأخر. سؤال رقم 34، علم استخدمه الفلاح في مصر القديمة بصورة واضحة؟ الإجابة هي علم الحساب. سؤال رقم 35، أثبت المصري القديم تساوي الليل والنهار نتيجة براعته في علم؟ الإجابة هي الفلك. سؤال رقم 36، قصة سنوحي في الأدب المصري القديم تعكس الأوضاع؟ الإجابة هي السياسية والاجتماعية. سؤال رقم 37، من الذي عمل رسوم التقاضي وجعله بنسبة 2%؟ الإجابة هي نابليون. سؤال رقم 38، جبل قطراني سبب تكوينه؟ الإجابة هي برقاني. سؤال رقم 39، المعبد اليهودي يوجد في مدينة؟ الإجابة هي الفسطاط. سؤال رقم 40، سبب عدم وصول تأثير البحر الأحمر لم يصل إلى داخل البلاد؟ الإجابة هي الظهير الصحراوي أو الجبال أو المرتفعات. سؤال رقم 41، نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 42، بحر الرمال العظيم يوجد في الصحراء الغربية صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 43، الدولة المشهورة بزراعة الشاي؟ الإجابة هي الصين. سؤال رقم 44، من الرئيس العربي الذي خطب في الكنيسة؟ الإجابة هي الرئيس محمد أنور السادات. سؤال رقم 45، من بنى الأزهر؟ الإجابة هي الفاطميين أو جوهر الصقلي. سؤال رقم 46، أين تقع جبال سنجار؟ الإجابة هي غرب العراق. سؤال رقم 47، تربة أكثر احتفاظا بالمياه؟ الإجابة هي التربة الطينية. سؤال رقم 48، التغيرات المناخية تختلف عن التغيرات البيئية بأن لها طابع إقليمي صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 49، دولة امتنعت عن تصدير البترول لإسرائيل وقت حرب 1973؟ الإجابة هي السعودية. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.